الهدف من مورا هذا التدريب هذا هو كيفاش نقدر نديبلوكي نحل شي امور اللي باغي نوصل ليها ومازال كنقاوم معها الى يومنا هذا. من بين اهم المخاوف اللي كنعيشوا بها هو الخوف انني نكبر، الخوف لا نمرض، الخوف لا نموت. كنفكروا في هذه المساله هذه دائما، واش انا عندي مشكل غادي نموت بالمرض او لا عندي مشكل اني كنفكر في هذا الشيء كل نهار وهذه القضيه هذه خلعان، لان فاش نتكلموا على اخير سنتيمون اللي غنديفلوبو فيه اليوم بزاف واللي هو المصدر ديال جميع المعاناه، لو سنتيمون ديال الخوف. الا قال لك شي واحد انا تنخاف ولا تنحشم اولا تتبلوكا، ما تنقولش الا لا كتبلوكا خصك دير كذا، لا تشوف شنو هو الدافع اللي كيخلي السيده دي تبلوكا ولا اللي كيخليه يخاف. يمكن شي واحد الانسان عنده دي زونغواس اللي بيتيتغ ما يقدرش يديفواليهم قدام الناس، يعني عنده شي امور تي اللي ما كيخليهوش الي في حياته ما يقدرش يقولها. ما يمكنش نجي انا نقول لك فوالا ديروا 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 دير بلا ما نرجع معاك للدوافع.